بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ لعلكم ان شاء الله تكونوا كلكم بخير باذن الله وبصحة جيدة. ان شاء الله هنستكمل شغلنا باذن الله. نخلص النهاردة بقى ان شاء الله الدرس الثاني اللي هو توزيع السكان والكثافة السكانية. كنا خلصنا المرة اللي فاتت توزيع السكان، فاضل عندنا ان شاء الله الجزء بتاع الكثافة السكانية. طيب الكثافة السكانية معناها ايه؟ او انا بستفيد منها في ايه؟ الكثافه السكانيه بستفيد منها لما بقيسها، وهقول لك ازاي تقيسها دلوقتي. بعرف المنطقه اللي انا عايز ادرسها او عايز اتكلم عليها، هل سكانها كتير ولا لا؟ هل مزدحمه بالسكان ولا مش مزدحمه بالسكان؟ طيب بص، ده تعريفها الاول. ما المقصود بالكثافه السكانيه؟ عدد السكان في الوحده المساحيه التي يعيشون عليها مقاسه بالكيلومترات المربعة. يا مستر ترجم الكلام ده. الكثافة السكانية يا شباب، ممكن نقول حاجة أسهل من كده، ممكن أقول عدد السكان مقسوما، مقسوم اللي هو ديفايدد المساحة، يعني بجيب السكان وبقسمهم على المساحة، يعني عدد السكان فوق والمساحة تحت. تمام. مثال سكان مصر مثلا، بقول إن هم 100 مليون نسمة، ومساحة مصر حوالي مليون كيلومتر مربع، يبقى هنا عدد السكان اللي هي 100 مليون على الوحدة المساحية التي يعيشون عليها، اللي هي مساحة الأرض اللي هم عايشين عليها مقاسة بالكيلومترات المربعة. ده الكيلومتر اللي احنا الوحدة اللي احنا بنقيس بيها. يبقى أنا مثلا لو قست سكان مصر اللي هم 100 مليون على مليون كيلومتر مربع، كده السكان ديفايدد المساحة، هيطلع لي 100 نسمة في كل كيلومتر مربع واحد. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني المفترض كل 100 بني آدم، كل نسمة يعني إنسان، كل 100 فرد، كل 100 بني ادم هيعيشوا في كيلو متر مربع واحد. عارفين ده يا اولاد معناه ايه؟ معناه ان كل واحد فينا هيعيش في حوالي 100 متر. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا لو انت اسرتك مثلا اربعه، يبقى من حقك تعيش في شقه 400 متر، انا اسرتي خمسه، يبقى في حقي اعيش في شقه 500 متر. طب هل الكلام ده واقع؟ لا طبعا مش واقع. ليه؟ هنقول بقى كمان شويه. يبقى دلوقتي الكثافه السكانيه قلناها عدد السكان، سكان مصر في الوحدة المساحية أو اللي هي ديفايدد، يعني المساحة اللي هم عايشين عليها، والمساحة دي احنا بنقيسها بالكيلومتر مربع. طيب اللي أنا قلت لك من شوية دي، اللي أنا بقسم عدد السكان على مساحة الدولة دي يا شباب بيسموها كثافة عامة. كثافة عامة هو يمكن ده العدد أو الرقم اللي موجود في كتاب المدرسة، 90 مليون على حوالي مليون كيلومتر اللي هي مساحة مصر. لو قسمت ده على ده، هو طبعا انت عندك مساحة مصر مليون وشوية، بس بيقول لك معنى كده الكثافة العامة تبلغ 83 فرد لكل كيلو متر مربع من مساحة مصر، يعني كل 83 بني آدم عايشين في كيلو متر مربع واحد. طبعا دي مساحة ضخمة جدا وعدد قليل جدا من السكان، يعني معنى كده ان احنا عايشين مرتاحين خالص. امال يا مستر ايه الزحمة احنا فيها؟ ما انا عايز اقول لك بقى حاجة، ان الكثافة العامة هنا يقول لك كثافة مضللة. يعني ايه يا مستر مضللة؟ يعني ما بتديكش الرقم صح، ما بتديكش توزيع السكان الصحيح. ليه؟ لان انت لو خدت بالك، انا بقسم عدد السكان كلهم على المساحة كلها. السؤال، هل مساحة مصر كلها فيها سكان؟ يعني هل مساحة مصر كلها ينفع السكان يعيشوا فيها؟ طبعا الإجابة لا، لان انت عندك مساحات كبيرة او صحاري اللي احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت، عندك اماكن فيها جبال، صح كده؟ يبقى الكثافة العامة هنا مضللة، يعني ما بتديش رقم صح، ما بتديش نسبة مظبوطة. تبص الإجابة اهي، لأنها لا تعكس التوزيع الحقيقي للسكان لوجود مساحة، مساحات كمان واسعة غير معمورة أو مستغلة اقتصاديًا. زي ما قلت لك، في أماكن فيها صحاري، في أماكن فيها جبال، الكلام ده كله ما فيهوش سكان. طيب أنا عايز أوصل يا مستر بقى للرقم الصح، أعمل إيه؟ اعمل كثافه صافيه. اللي هي ايه بقى الكثافه الصافيه؟ بص كده معايا، هقسم، ودي يقول لك الحصول على مؤشر حقيقي. بص بقى يا شباب، هقسم هنا عدد، اشيل لك دي بس الاول. يتم حسابها عن طريق قسمه عدد السكان على المساحه المعموره فعليا، يعني عدد السكان على المساحه اللي هم بالفعل عايشين عليها. لو قسمنا الكلام ده، بص الرقم بقى ضخم ازاي، 1050 نسمة لكل كيلو متر مربع واحد، يعني بقى 1000 بني آدم بعد ما كان 83 بس، بقى 1000 بني آدم و50 كمان عايشين في كل كيلو متر مربع واحد. وطبعا ده عدد ضخم جدا،
في مساحة تعتبر صغيرة جدا. يبقى الكثافة الصافية هي اللي فعلا بتوضح لي وبتنقل لي التوزيع الصح والتوزيع الحقيقي للكثافة السكانية في بلدنا، تمام كده. وده برضو يدي لك انطباع ان زي ما قلت لك عدد سكان كده كتير عايش في منطقة صغيرة خالص من مساحة مصر. طيب ايه كمان اللي جاي؟ دي مقسم لك بقى محافظات مصر حسب الكثافة السكانية. هو هنا دي بقى خلي بالك، هو هنا قاسم عدد السكان على المساحة الفعلية، يعني ما اتكلمش في مساحة صافية. اللي هو ايه مصر؟ انا فكر بحاجة كنت قلت لك في المحاضرة اللي فاتت لما كنت جايب لك خريطة مصر، قلت لك ان في محافظات في مصر جزء كبير جدا منها غير مأهول، ما فيهوش بني ادمين في السكان. فهنا في الحسبة دي جايب لك العدد السكان على المساحة اللي هم فعلا عايشين فيها. عندك بص مثلا محافظات مرتفعة الكثافة جدا، خلي بالك من كلمة جدا دي، مش هتلاقيها غير في القاهرة. بص كثافتها كام يا ولاد؟ 51,000 نسمة في كل كيلومتر مربع واحد، الناس عايشة فوق بعضها. ولما أقول لك عايشة فوق بعضها أقصد المعنى اللي هو يا مصر إزاي؟ أنت عندك مساحة العمارة مثلا عندك سي مثلا 300 متر أو 400 متر، شوف العمارة فيها كم دور وفيها كم ساكن. ففعلا الناس عايشة فوق بعضها، يعني يشوف مثلا مساحة العمارة عندك 400 متر فيها كم شقة والشقة فيها كم ساكن، هتلاقي مثلا ما يقرب من 200 واحد أو 300 واحد عايشين على 400 متر بس. عشان كده بقول لك الناس فعلا عايشة فوق بعضها، ده معناها إن السكان العمارات أدوار، والأدوار دي في عدد كبير من السكان وكله عايش في مساحة صغيرة، تمام. محافظات مرتفعة الكثافة بس، ودي اللي يقول لك من 5,000 ل 9,000 نسمة، شوف عدد ضخم برضو، زي محافظة الجيزة. محافظات بقى متوسطة الكثافة القليوبية وسوهاج واسكندرية. وتخلي بالك هو لما يجيب لك بقى او تبص في خريطة كتاب المدرسة، هو هنا جايب لك نماذج بس، يعني مش جايب لك كل المحافظات، لان هتلاقي متوسطة الكثافة في حاجة تانية غير القليوبية وسوهاج واسكندرية. منخفضة زي كفر الشيخ والبحيرة، منخفضة الكثافة جدا ونادرة، أقل من 500 نسمة في كل كيلو متر مربع واحد. رقم 5 دي كنت برضو أشرت لك إليها وقلتها لك في المحاضرة اللي فاتت، اللي هي محافظات الحدود، اللي هي هفكرك بيها تاني. عندك مطروح، محافظة الوادي الجديد، شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر. دي محافظات شاسعة المساحة، يعني واسعة جدا قليلة السكان، لأن دي محافظات صحراويه معظمها. يتركز السكان في الواحات دي اذا كان في الوادي الجديد او مناطق التعدين، الوادي الجديد برضو او محافظه مطروح او جنوب سيناء او البحر الاحمر، او مراكز عمرانيه متباعده على السواحل. هنا مقصود بالكلام ده شمال سيناء برضو، العريش والشيخ زويد ورفح. وعندك الناحيه التانيه مطروح برضو فيها سكان في محافظه مطروح وفي السلوم، مدينة مطروح متأسف والسلوم، المحافظة البحر الأحمر تلاقي الغردقة ومرسى علم والحتت دي كلها، تمام. طيب أدي الخريطة للمحافظات المصرية، تمام، عشان برضو هتساعدك شوية في التوزيع مع خريطة كتاب المدرسة، لأن خريطة كتاب المدرسة برضو يعني مش واضحة بالقدر اللي أنت تقدر تقرأ منه. أهي هي دي، بص اللون البني محافظات مرتفعة الكثافة، بص كاتب لك اهو الصافية جدا اللي هي ما فيش عندك غير القاهرة. اللون اللي هو يعني افتح شوية مرتفعة الكثافة بس، عندك ايه برضو في دي كده القليوبية، وفي عندك اسكندرية، وفي عندك سوهاج وهكذا، تمام. طيب ايه اللي عندك تاني؟ هنا توزيع السكان بين الريف والحضر. اللون الاخضر الحضر، ده 42.6% من سكان مصر عايشين في الحضر اللي هو المدن، يعني اللي هو احنا، وفي 57.4% عايشين في الريف. دي توزيع السكان في الريف وفي الحضر. بس خلي بالك من نقطة صغيرة بقى، عدد السكان في الريف زي ما انت شايف اكتر من الحضر، صح؟ ومع ذلك هتلاقي الكثافة، خلي بالك بقى من الكلام، كثافة في الريف اقل من الحضر. يا مستر ازاي عدد كبير وكثافه اقل؟ افهمها ازاي؟ لان انت عندك الريف مساحته اكبر ومساحته اوسع من الحضر، فلو جبت عدد كبير حطيته في مساحه كبيره برضه مش هيبان. هقول لك مثال، مثلا عدد الفصل لو افترضنا ان هو 30،
واحنا قاعدين في الفصل العدد باين واضح، الدنيا زحمه لان العدد ده انا حاطه في مساحه صغيره. لو خدت ال 30 دول حطيتهم في الملعب تحت، الملعب الكبير تقريبا مش هيبانوا، يبقى هو نفس العدد بس اللي اختلف المساحه. فانت عندك كده برضو الريف عدد كبير وقاعد في مساحه كبيره، زي ال 30 واحد قاعدين في ملعب المدرسه تحت، فمش باين العدد، تحس ان هم الدنيا واسعه قوي. تمام، لكن لو جبت عدد قليل حطيته في مساحه صغيره هيبان ان هو كتير. مثلا لو قلنا ال 15 واحد اللي نص الفصل مثلا قعدناه في اوضه التشعيب اللي هو الفصول الصغيره بتاعه ثالثه ثانوي او بتاعه الالماني او الفرنساوي او الكلام ده، عدد قليل قاعد في مساحه صغيره هيبان برضو ان هو الدنيا زحمه والدنيا ضيقه عليه. يبقى عدد السكان في الريف اكبر بس الكثافه اقل علشان الريف واسع، زي ما قلت لك العدد الفصل ال 30 واحد قاعدين في الملعب تحت. المدن عدد اقل بس كثافه مرتفعه لان العدد القليل ده حتى قاعد في مساحه ضيقه ومساحه صغيره، فعلشان كده بيبان ان الدنيا بالنسبه لهم ضيقه، والمدن دايما بتبقى فيها ازدحام على السكان بتوعها. تمام كده، وكده ان شاء الله يكون الدرس خلص باذن الله، واشوفكم ان شاء الله بالف خير ان شاء الله في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، بقى نتكلم على سكان مصر او المشكلات السكانيه وحلولها المقترحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.